نفكر بصوا واحد المنطق ديال ان راه كاين شي حاجه تما حنا خصنا نعرفوها. واش هذوك الناس اللي كيتستر عليهم كما قال الاستاذ؟ انا رجل تاني عينوني في حاحه في صويره مشيت خدم كنضرب 60 كيلومتر برجليه كنمشي بالطوموبيل ونمشي بالحشوي الحمار ونمشي ماشي مشكل انا ولد الشعب يعني طبيب يجي هنا يتعين وما يخدم ما كاين اشكال مع العلم ان رجل التعليم راه هو الاصل. وصلت الفكره اذا كيفاش انا المحاسبه وغادي نشتغلوا على ما يسمى بالمساءله الاجتماعيه لاخوفابيليتي سوسيال وبها بديت هذه الورشه. سيبيان دوماج انكم جيتوا معطلين قلت ما نقدروش نديروا مساءله للدوله الا كنا حنا فينا شغل اذا متفقينش وما متحدينش وما متضامنينش. اذا الا بغينا دول كلها المتقدمه باش زادت بما يسمى بالمساءله الاجتماعيه. في اطار المساءله الاجتماعيه قلنا 11 ونص غنشربوا قهوه غنمشيو نديروا نشربوا قهوه عندنا 15 حتى 20 دقيقه ونجيو نكملوا لان رحنا الى الرجال والنساء. الميزانيه المستجدة المقاربه لنا نقدروا نخدموا عليها في الوطن بحال تجربة المغرب. تجربة المغرب دخلت في الوطني وكاينة كذلك على المستوى الترابي. نقدروا نخدموا عليها في الميزانية الوطنية، نقدروا نخدموا عليها في الميزانية تقدر تكون في ميزانية قطاعية. كاين كذلك تخصيص نقدروا نعتمدوها بشكل عرضاني، ولكن نقدروا نخصوا غير برنامج. كاين واحد البرنامج صغير في الميزانية القطاعية. كل مواصفة تدخل ليه عرفتي داكشي في أعلى مستوى شفيها صحيحة، ولكن لاكسيسيبيليتي السبب ديال لأنه الهدف ديالنا الغاية ديالنا واش هو البناية في حد ذاتها ولا الخدمة اللي كتخدمها ديك البناية هذا هو الإشكال. إذا شنو هو هذا المركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي؟ مركز امتياز خاص داخل وزارة الاقتصاد والمالية تم إعلانه بعد قمة مراكش 2018. شنو هو هذا المركز؟ مركز امتياز خاص بميزانية النوع الاجتماعي. مركز امتياز خاص داخل وزارة الاقتصاد والمالية تم إعلانه بعد قمة مراكش 2018.